السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في مسار الطاقة والطاقة المتجددة. اليوم محاضرتنا الثانية في هذا المسار. في المحاضرات السابقة تحدثنا عن مفاهيم الطاقة الأساسية، تكلمنا عن الطاقة والشغل والقدرة وعلاقتها بعضها البعض، تحدثنا عن صور الطاقة وعن مبدأ تحويل الطاقة. وبالتالي مراجعة سريعة للي أخذناه المحاضرة السابقة، قلنا بأنه الطاقة هي القدرة على بذل شغل أو القدرة على إحداث تغيير، إذا في ارتباط وثيق ما بين الطاقة والشغل وإحداث تغيير. مرة ثانية قلنا بأنه الشغل هو عملية نقل الطاقة المصاحبة لإحداث التغيير هذا، وأنه التعريف الفيزيائي للشغل أنه حاصل ضرب القدرة، حاصل ضرب القوة في المسافة، تمام؟ وانه اي جسم بنبذل عليه شغل فهو بيكتسب طاقه، واذا بذل شغل فهو حيفقد طاقه نفس المقدار، وانه الطاقه والشغل نتيجه ارتباطهم الوثيق وحدتهم الجول، بينما القدره هي معدل استهلاك استنزاف معدل بذل الطاقه بالنسبه للزمن، او المعدل الزمني لبذل شغل او بذل طاقه، بمعنى انه هو عباره عن قديش انا عندي كميه طاقه على وحدة الزمن أو على واحد ثانية أو على الزمن المبذولة في هذه الطاقة، تمام؟ وإن وحدته هو عبارة عن الوات وتكافئ جول على ثانية، تمام؟ بعدين تكلمنا عن مبدأ حفظ الطاقة، قلنا إن الطاقة الموجودة حواليا توجد على أشكال ومصادر مختلفة، على أشكال وصور مختلفة، من صور الطاقة، الطاقة الحرارية والطاقة الصوتية والطاقة الميكانيكية والطاقة الكيميائية وطاقة الوضع، طاقة الجذب، الطاقة الضوية وهكذا. وقلنا إنه بنلاحظه في حياتنا اليومية بإنه أنا بحول شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخر، وبالتالي مبدأ تحويل الطاقة قائم على مبدأ حفظ الطاقة. مبدأ حفظ الطاقة ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بمعنى إنه ما فيش أنا عندي طاقة انتهت من الوجود تماما، وإنما يكون عندي طاقة على صورة معينة تم استنزافها وتحويلها إلى صور أخرى أو إلى صورة أخرى، تمام؟ نفس الشيء بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للي هو استحداث الطاقة، الطاقة لا تستحدث من العدم، ما تخلق الطاقة، وإنما إذا ظهر عندي أنا صورة من صور الطاقة زي الطاقة الضوئية، فهي هذه الطاقة الضوئية اللي أنا بشوفها في اللمبة ما جتش من فراغ، وإنما أجت من طاقة كهربائية تم تحويلها، يعني طاقة كهربائية تحويلها إلى طاقة حرارية وإلى طاقة ضوئية في نفس الوقت، وبالتالي الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. نبدأ الآن الحديث عن محاضرتنا الجديدة. محاضرتنا اليوم نتكلم عن مصادر الطاقة، تصنيفات مصادر الطاقة، تمام؟ راح نتكلم فيها عن التصنيفات المختلفة للطاقة بناء على أكثر من شغلة من أكثر من ناحية. بس قبل ما نتكلم عن تصنيفات مصادر الطاقة راح نتكلم عن إيش هو مصدر الطاقة. إحنا قبل شوية قلنا الطاقة إنها قدرة على بذل شغل لإحداث تغيير. طب إيش هي مصادر الطاقة؟ مصادر الطاقة هي كل شيء بتكون فيه مخزن طاقة، كل مصدر، تمام، مخزن فيه طاقة ممكن أستفيد منها بتحويلها إلى صورة أخرى، صورة أنا أقدر أستفيد منها فهو مصدر طاقة. يعني الفحم، لما بشتري الفحم أنا، الفحم لو حرقته بيعطيني حرارة، ليش؟ لأنه مخزن فيه داخله جواه طاقة كيميائية. قلنا كل أنواع الوقود هي عبارة عن طاقة كيميائية، طاقة مخزنة بتكون على شكل طاقة وضع، إذا ما بعد هيك عرضتها لمؤثر خارجي، زي مثلا أنه أنا ولعت الفحم هذا تحول عندي لطاقة حركية، طاقة زي طاقة الثيرمال إنرجي أو الهيت إنرجي، تمام، أو الهيت أقصد، اللي هي عبارة عن الحرارة أو الطاقة الحرارية اللي أستفيد منها. أستفيد منها ممكن بشكلها الصورة الخام تبعتها كحرارة، أو بإني مثلا أستفيد منها بصورة يعني ثانوية، زي إنه مثلا أستفيد منها بصورة غير مباشرة، أقصد الحرارة أستخدمها في تسخين مية، المية أضغطها على شكل بخار، والبخار هذا طبعا المية أسخنها على شكل بخار، والبخار أضغط وأدخله في توربينات عشان أولد كهرباء. يعني يا إما مباشر يا إما غير مباشر، المهم إنه أنا حولت الطاقة الكيميائية هذه إلى طاقة حركية أو طاقة حرارية أو طاقة أستفيد منها، تمام؟ نبقى مرة ثانية، مصدر الطاقة هو عبارة عن شيء بيحتوي على طاقة، مخزن فيه طاقة،
الطاقة هذه ممكن أستفيد منها، وبالتالي هذا الشيء هذا المصدر قادر على إنه something can إيش produce heat، يا إما يعطيني حرارة power life، يا إما إنه إيش يغذي الحياة. يعني زي مثلا أجسام الكائنات الحية، نباتات، بشر، حيوانات، كلها تستهلك الطاقة الكيميائية الموجودة فيها الناتجة اللي هي اللي جاية من الطعام اللي بيأكله، على شكل إيش، على شكل عشان يستفيد منها في حركته، في عملية التنفس، في تغذية الخلايا من جوا، بمعنى آخر بيستفيد منها في اللي هي كطاقة بتغذي العضلات للقيام بمهام الحياة اليومية واستمرار الحياة. أيضا تحريك الأجسام، أنا من غير قوة طاقة ما بقدر أحرك جسم. نفس الشيء زي مثلا الموجود، طبعا تحريك الأجسام الموجودة عندي في المصانع اللي هي المكن الكبير، المواتير، تمام، المحركات تغذيها الطاقة الكهربائية عشان إيش؟ إنه تقدر بعد تحرك الأجسام أو إنها تعطيني كهرباء. هذه مصادر الطاقة. مصادر الطاقة هي عبارة عن أي شيء بيخزن مخزن فيه طاقة ممكن أستفيد منها بعد هيك في كذا شغلة، في اللي هو إنتاج حرارة، إنتاج كهرباء، تحريك أجسام، اللي هو اللي هي أستفيد منها في حياتي، أستفيد منها جسمي، كل هذا بعتبره إيش مصادر طاقة. يبقى الآن بالنسبة لتصنيفات الطاقة، ممكن أنا أقسم الطاقة بناء على إيش؟ على إمكانية الاستخدام. إذا أنا بدي أقسم الطاقة بناء على مصادر الطاقة، مصادر الطاقة لو بدي أصنفها بناء على اليوزابيليتي، تمام، أو إمكانية استخدام الطاقة نفسها، ممكن أقسمها لنوعين، برايمري وانترميديت، أو ممكن أقول برايمري وسكندري، يعني أولية وثانوية. مصادر الطاقة الأولية، مصادر الطاقة الثانوية هنتكلم عنها بالتفصيل في السلايدات الجاية إن شاء الله، لكن لمحة عامة مصدر الطاقة الأولي الخام، يعني اللي هو على الصورة الأصلية، زي مين؟ زي الفحم والغاز الطبيعي والبترول، الحطب، كل هذا عبارة عن مصادر طاقة أولية لأنها الصورة الخام تبعها. الثانوية اللي هي عبارة عن المنتج الثانوي منه، يعني أنا لو استخدمت الفحم أو البترول أو السولار أو البنزين أو كل هذا الكلام أو الغازات في إني أولد الكهرباء في محطات توليد الكهرباء، نقول إن الطاقة الكهربية الناتجة هذه اللي بستفيد منها في كل مناحي الحياة هي عبارة عن مصدر ثانوي. ليش؟ لأنه مش موجود في الصورة الطبيعية تبعته أو في الصورة الخام، يعني هو عبارة عن مصدر منتج وليس مصدر خام. المصدر الخام أولي، المصدر المنتج ثانوي، والمنتج هذا عادة بيكون مصنع بوجود مش موجود في الطبيعة على الصورة هذه اللي أنا شايفه فيها، تمام؟ ممكن عن طريق اللي هو الاستخدام التقليدي، يعني ممكن أقول أنا عندي نوعين، conventional resources و non-conventional resources. طبعا هذا يعني إنه بقول مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة. إيش مصادر الطاقة التقليدية؟ باختصار شديد مصادر الطاقة التقليدية حنفصلها كمان برضو بعدين، ولكن باختصار شديد مصادر الطاقة التقليدية هي المصادر اللي إحنا عهدنا استخدامها منذ آلاف السنين. يعني من أول ما الإنسان بدأ يعرف الطاقة كان بيعرف الحطب، بيولع الحطب بيستخدمه النار، يبقى مصدر تقليدي، تمام. الله يعيزكم اللي هي جلة أو مخلفات الحيوانات كان بيجمعها برضو بيحولها، أو مخلفات مثلا النباتات زي مثلا اللي هو الزيتون بعد الطحن بياخذ منه القشرش تبعه، هذا بيستخدمه في كمصدر طاقة، تمام، بيستخدمه كمصدر طاقة بأنه يولع فيه النار، بيستخدمه في الأفران وهكذا، هذا بعتبره مصدر تقليدي. بالإضافة للمصادر اللي احنا عارفينهم، الفحم من البترول والغاز الطبيعي، حتى الطاقة النووية للعلم بعتبرها مصدر تقليدي لأنه من زمان الإنسان معتمد عليها، لكن اليوم صرنا إيش بنقول إنه هذه مصادر ستنفذ بعد مدة، وبالتالي يجب علينا أن نبحث عن مصادر أخرى للطاقة، فصرنا بندور مصادر الطاقة البديلة. عشان تكونوا في الصورة، مصادر الطاقة التقليدية في معظمها هي مصادر بطلق عليها اسم آخر اللي هو renewable energy، أو مصادر الطاقة non-renewable energy، أو مصادر الطاقة غير متجددة، هذه التقليدية، لأن الحطب، مخلفات الحيوانات والنباتات، بالإضافة لها الوقود، أشكال الوقود الأحفوري، غاز الطبيعي، الفحم،
البترول كلها ستنضب يوما ما، ما بتتجدد باستمرار، وبالتالي مصادر طاقة تقليدية عشان الإنسان عاهدها من زمن بعيد، من زمان بيستخدمها، وفي نفس الوقت مصادر غير متجددة لأنها حتنتهي يوما ما. تمام. مصادر الطاقة البديلة هي اللي احنا اليوم بوقنا على نفسنا قلنا هيجي يوم كل أشكال الوقود هذه حتنتهي وبالتالي مش هنلاقي طاقة. طيب إيش؟ دور على مصادر طاقة ثانية، مصادر متجددة تتجدد باستمرار بشكل سريع في الطبيعة من حولنا، وبالتالي صار عندي مصادر طاقة متجددة أو مصادر الطاقة البديلة زي اللي هي الطاقة الجوفية، الطاقة الكهرومائية، الطاقة اللي هي طاقة المد والجزر، طاقة الأمواج، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وهكذا. تمام؟ الطاقة الحيوية أقصد. إذا كل هذه عبارة عن اللي هي تصنيفات أشكال من أشكال الطاقة المتجددة أو الطاقة اللي هي البديلة أو غير التقليدية. يبقى الآن إحنا قسمنا الطاقة بناء على الاستخدام إلى أولية وثانوية، قسمنا الطاقة بناء على اللي هي أقصد على القدرة على الاستخدام، إنما قسمنا الطاقة بناء على اللي هي الاستخدام التقليدي إلى طاقة تقليدية، مصادر طاقة تقليدية، مصادر طاقة بديلة، بالإضافة إلى تقسيمنا على بناء على اللي هي اللون تيرم افيلابيلتي المقصود فيها استخدامها على المدى البعيد إلى مصادر متجددة وغير متجددة. آخر شيء بنقسمها بناء على اللي هو الاستخدام التجاري إلى طاقة مصادر طاقة تجارية وغير تجارية. مصادر الطاقة التجارية اللي هي بتستخدم عندي هذول طبعاً تجارية وغير تجارية، أكثر شيء خلينا نتكلم فيهم عبارة عن تصنيفين ثانويات لمين؟ لمصادر الطاقة التقليدية. مصادر الطاقة التقليدية ليش؟ لأن مصادر الطاقة البديلة حتى الآن يعني تجارية وضعيفة، وبالتالي بقدرش يعني استخدامها مقتصر على المنازل، مقتصر على اللي هي المؤسسات الخاصة، ولكن يعني فيش استخدام تجاري بشكل كبير ينافس مصادر الطاقة التقليدية الفحم والبترول والغاز الطبيعي والطاقة النووية. وبالتالي بقدر أقول اللي هو التصنيف التجاري وغير تجاري هذا لمين؟ مصادر الطاقة التقليدية. الفحم والبترول والغاز الطبيعي تجاري، ليش؟ لأنه العالم كله قائم على هذه المصادر الثلاثة، أو فعليا لو ضفت لهم الطاقة النووية إذا المصادر الأربعة. طيب إيش الغير تجاري؟ الغير تجاري هذا ما بتدفعش عليه فلوس، هذول بتدفع عليهم فلوس، لكن ما بتدفعش عليه فلوس زي إيش؟ زي الحطب. الحطب اللي في المنازل، أنت لو لميت حطب من منطقتك واستخدمته عشان تولع نار ما دفعت فلوس، فبالتالي هذا غير تجاري، لكن في نفس الوقت مصدر طاقة تقليدي وغير متجدد. نفس الشيء بالنسبة لمخلفات الزيتون، احنا اليوم في موسم اللي هو جد الزيتون، وبالتالي حيكون عندي بعد عصر الزيتون كثير اللي هو التفل اللي بيضل بعدين، لهذا التفل بيستخدم أيضا كمصدر من مصادر إنتاج الطاقة، يستخدم كوقود يعني للمنازل. فهذا انت ما بتدفع عليه فلوس، بتاخده من الله يعزك يعني برمون الناس برا في المزارع، وبالتالي بتاخده انت تستخدمه في البيت كمصدر لإنتاج الطاقة، مصدر يعني اللي هو مجاني وبالتالي غير تجاري. الآن نيجي نفصل في كل واحدة في هذول بشكل مفصل أكثر. بالنسبة للبرايمري والسكندري، قلنا إنه البرايمري إنرجي ريسورسز المصادر الطاقة الأولية، بيقول لي هو عبارة عن مصادر طاقة أوريجينال فويلز، يعني عبارة عن وقود أوريجينال بشكله الطبيعي أنكونفيرتد، تمام، غير محول. بس السكندري هي عبارة عن مصادر طاقة اللي تم تحويلها أو تخزينها. يعني بالنسبة لمصادر الطاقة الأولية في عندي اللي هو زي البترول الخام، تمام. البترول الخام هذا لو أنت أجيت دخلته في عملية تكرير البترول، مصانع تكرير البترول، وحولناه وفصلناه إلى قار زبدة وسولار وبنزين وغاز و و و هذا كله مصادر هي عبارة عن منتجات أو مشتقات البترول، بعتبرها مصادر طاقة ثانوية، تمام. نفس الشيء بالنسبة للفحم، الفحم الصلب. بالنسبة للغاز الطبيعي بشكله الطبيعي هذا بعتبره إيش؟ الناتشرال جاز، تمام. والطاقة النووية كل هذه بعتبرها مصادر طاقة أولية. الغاز نفسه غاز المنازل هذا غاز مصنع، وبالتالي بعتبره مصدر غاز الطهو، غاز المستخدم في المنازل اللي هو عبارة عن بوتان بروبان مع بيوتان، تمام، خليط من البروبان مع البيوتان، هذا كله بعتبره مصادر طاقة ثانوية. ليش؟ لأنه مصنع.
إذا المعنى الثاني اللي صار فيه تحويل، اللي صار فيه اشتقاق، اللي صار فيه تصنيع، اللي مش بشكله الخام بعتبره مصدر ثانوي. المصدر الأولي هو المصدر، هو عبارة عن مصدر الطاقة الخام. كذلك المخلفات، المخلفات هذه ممكن أستخدمها في إنتاج إيش؟ غاز الميثان. وبالتالي المخلفات بشكل أساسي مصدر طاقة أولي. لو أنا استخدمت المخلفات لإنتاج الميثان، الميثان يعتبر ثانوي. نفس الشيء بالنسبة لمين؟ لحرارة الشمس اللي حوالينا، تمام؟ لطاقة المد والجذر، المد والجزر، حركة الأمواج، حركة المية، تمام؟ الشلالات، السدود، اللي هي عبارة عن الكتلة الحيوية اللي حوالينا، كل هذه الطاقة الحرارية اللي في الينابيع واللي طالعة من بطن الأرض، هذه الطاقة الجوفية، طاقة الرياح، الرياح نفسها، كل هذه عبارة عن إيش؟ كل هذه عبارة عن مصادر طاقة أولية. ولكن الشكل النهائي اللي هحصله منها، يعني لو جبت طاحونة الرياح الشكل النهائي حيكون كهرباء، الخلايا الشمسية الشكل النهائي كهرباء. نفس الشيء في البايوفول، البايوماس بحولها لإيش؟ الكتلة الحيوية إلى وقود حيوي، نسمع الوقود الحيوي، تمام؟ كل هذا بعتبره إيش؟ مصادر طاقة ثانوية. حرقت الويست، المخلفات، حرقتها، حصلت على حرارة، حطب، حرقته، حصلت على حرارة، الحرارة هي عبارة عن مصدر ثانوي. يبقى الكهرباء، الحرارة، الوقود الحيوي، مشتقات البترول، مشتقات الغاز، غاز الطهو، كل هذه مصادر طاقة ثانوية. بينما الغاز الغاز الطبيعي، الفحم، الحجري، اللي هو البترول الخام أو النفط الخام، المخلفات، الشمس اللي هو حرارة الشمس، حركة الأمواج، المد والجزر اللي هي حركة المياه، الطاقة الحيوية، الطاقة الجوفية، الرياح، كل هذه بعتبرها مصادر طاقة أولية، تمام؟ طبعا أنا كمستهلك مش هستفيد من الطاقة الأولية، إنما بستفيد من مصادر الطاقة الثانوية المصنعة المنتجة المخلقة. وبالتالي لازم عشان أحول من البرايمري للسكندري لازم أعمل عملية ترانسفورميشن أو تحويل، راح نتكلم عنها باستفاضة إن شاء الله خلال الفصل، بس في نهاياته لما نيجي بعدها هنتكلم عن إيش؟ عن كفاءة الطاقة اللي هي energy efficiency. لا، عملية التحويل ترانسفورميشن بالذات، عملية التحويل يعني لو عندك محطة دخلت لها وقود، أكيد الكهرباء الناتجة منها مش هتكون نفس الطاقة المخزنة في الوقود، وإنما بحد أقصى من 30 إلى 50%، تمام؟ هذا بالنسبة لمين؟ للطاقة الأولية، مصادر الطاقة الأولية والثانوية. الآن نيجي نتكلم عن التصنيف الثاني اللي هي الكونفنشنال والنون كونفنشنال، يعني مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية. يبقى مصادر الطاقة من حيث كونها، من حيث الاستخدام أو الاستخدام التقليدي لها، بتنقسم إلى قسمين، تقليدية وغير تقليدية. الغير التقليدية اللي هي الجديدة، هذه اللي هي زي عبارة عن البايو انرجي، الطاقة الحيوية، السولار انرجي، الطاقة الشمسية، الويند انرجي أو الويند انرجي اللي هي عبارة عن طاقة الرياح، طاقة الأمواج التايدل، وأيضا اللي هي الطاقة الناتجة عن الأوربان ويست، هذه اللي بستخدمها في إنتاج الميثان يا شباب. غير تقليدي جديد يعني، وإن كان اللي هي غير متجدد. الكونفنشنال سورسز بنقسم لقسمين، كوميرشال ونون كوميرشال، يعني تجاري وغير تجاري. التجاري زي الفحم والبترول والكهرباء وال اللي هي الغاز الطبيعي، بينما الغير تجاري زي اللي هي وقود الوقود والتبن، اللي اقصد الخشب والتبن واللي هو المخلفات الحيوانات المجففة، كلها هذه غير تجارية، ولكن كلها بينتج عن حرقها إيش؟ حرارة، ممكن أستخدمها في منافع الحياة أو استخداماتي اليومية. يبقى بالنسبة للنون كونفنشنال سورسز، نون كونفنشنال سورسز عادة بطلق عليها النون رينيوبل، اللي هي الرينيوبل آسف. ليش؟ لأنها التقليدية، مصادر الطاقة التقليدية، آسف غير التقليدية، هي بعتبرها الرينيوبل، يعني اللي هي مصادر الطاقة المتجددة. في عندي أهم المصادر اللي هي عبارة عن طاقة الرياح، وعندي اللي هي الطاقة الجوفية، عندي كمان اللي هي طاقة الكهرومائية، في عندي الطاقة الشمسية والطاقة البايوماس أو
الوقود الحيوي، تمام، أو الكتلة الحيوية أو الطاقة الحيوية. بينما مصادر الطاقة غير المتجددة، في عندي أنا اللي هي الأويل أو البترول والفحم اللي هي الكول، وفي عندي الناتشرال جاس أو الغاز الطبيعي، وفي عندي النيوكليار اللي هي عبارة عن الطاقة النووية. بقول هذه المصادر هي مصادر تقليدية، مصادر غير متجددة، تمام. يبقى الـ conventional sources أو المصادر التقليدية بيقول لي هي عبارة عن مصادر الطاقة الطبيعية موجودة في الطبيعة، تمام، ولكن موجودة في الطبيعة على شكل limited quantity أو في limited quantity، بمعنى اللي هي كمية محدودة. الكمية هذه، تمام، إحنا بنستخدمها من فترة زمنية طويلة، وبنسميها برضو non-renewable. ليش؟ غير متجددة. ليش؟ لأنه بقول لي هذه الكميات المحدودة لو تم استهلاكها مش هتتجدد تاني. ليه؟ مش هتتجدد بنفس سرعة الاستهلاك. هي بتتجدد صحيح، ولكن تحتاج لمئات ملايين السنين عشان نرجع نحصل على بترول مرة تانية، تمام؟ يعني مش هتتجدد بنفس السرعة اللي احنا قاعدين نستهلكها فيها. وبالتالي مصادر الطاقة التقليدية ممكن نقسمها أيضا بعد ذلك إلى أيضا قسمين، اللي هو التجاري وغير التجاري. بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، لاحظ معي اللي هي المصادر الأساسية اللي هو عبارة عن الفحم زي ما احنا شايفين هنا. في عندي أنا اللي هو في البترول، وفي عندي هنا خزانات الغاز الطبيعي. إذا في عندي غاز طبيعي، فحم وبترول، زي ما شايفين هنا البترول، هنا عندي الفحم، فحم محاجر فحم كبيرة أو مناجم فحم كبيرة. في عندي اللي هو الغاز الطبيعي، الغاز يا شباب والبترول عادة يكون الغاز، حقول الغاز فوق حقول البترول عادة. إذا كان عندي بترول لازم يكون في غاز فوقه، بس العكس مش صحيح، تمام. هذا كله اللي احنا ذكرناه بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكوميرشال أو التجاري. طب الغير تجاري، الغير تجاري اللي هو في عندك الخشب، وفي عندك مثلا اللي هو الويست مخلفات، في عندك ايضا اللي هو عباره عن الدراي دانج او هو عباره عن مخلفات الحيوانات المجففه الله يعزهم. قلنا التفل اللي هو مخلفات عصر الزيتون ايضا يعتبر احد امثله مصادر الطاقه التقليديه غير التجاريه، تمام. بالنسبه لمصادر الطاقه البديله، مصادر الطاقة البديلة هي عبارة عن مصادر طاقة تتجدد باستمرار، تمام، في الطبيعة من حولنا، طبعا بصورة طبيعية. وليش بنسميها متجددة؟ لأنه دائما بتتجدد، وتتجدد بسرعة مساوية أو أكبر من سرعة الاستهلاك. يعني مساوية أو أكبر، يتجدد مساوية أو بسرعة مساوية أو أكبر من سرعة الاستهلاك، هو متجدد. أقل من هيك يعني ما أقل من سرعة الاستهلاك بعتبره غير متجدد. من أمثلتها اللي هي الطاقة النووية، المفاعلات النووية اللي احنا شايفينها هنا. في عندي اللي هي الطاقة الشمسية، في عندي البيوماس أو الكتلة الحيوية، في عندي الهيدرو إلكتريك أو الطاقة اللي هي المائية، بالإضافة للطاقة طاقة الرياح والجيوثيرمال أو الطاقة اللي هي الجوفية، تمام. كل هذه مصادر الطاقة حنتكلم عنها باستفاضة خلال الفصل هذا إن شاء الله. يعني تركيزنا حيكون على مصادر الطاقة الستة هذول اللي احنا شايفينها، أو الخمسة باستثناء اللي هي الطاقة النووية. طبعا بالنسبة للطاقة التجارية اللي ذكرناهم قبل شوية اللي هي الغاز، بالنسبة للكهرباء اللي هو الأويل أو النفط والفحم، تمام، زي ما احنا شايفين في المناجم الفحم اللي شايفينها قدامنا. فكل هذه بعتبرها مصادر طاقة تجارية. ليش بعتبرها مصادر طاقة تجارية؟ بيقول لي لأنه أنت في هذه الحالة كمستهلك لازم تدفع عشان تشتريهم. من أمثلتهم الأمثلة اللي ذكرناهم اللي هي الفحم، البترول، الغاز الطبيعي، تمام؟ اللي هي غير تجارية أنت ما بتحتاج تدفع، تمام؟ إذا أنا ما بحتاج أدفع عشان أستهلكهم، يعني هذول free of charge، يعني ببلاش للمستهلكين. ليش؟ لأنه أنا في البيت عندي لو رميت الحطب، مخلفات الحيوانات اللي عندكم، مخلفات النباتات، القش كله استخدمته في توليع النار عندي، هذا ما دفعت فلوس فيه، وبالتالي هذا غير تجاري. مش هتلاقيه في النهاية بينباع زي الفحم والبترول في الأسواق العالمية زي ما احنا شايفين. لا، هذا بيستهلك، هو مصدر طاقة تقليدي اعتمد عليه البشر لآلاف السنين، تمام، ولربما هو أقدم من البترول والفحم والغاز الطبيعي، ولكن
غير تجاري، تمام؟ أو في وضعنا الحالي، في عصرنا الحالي، هو غير تجاري، ما بندفع عليه فلوس، وبالتالي بقول عنه إنه غير تجاري، تمام؟ هنا بمقارنة سريعة بين الكونفنشن والنون كونفنشنال إنرجي، ما بين مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية، مقارنة على السريع ما بين هذه المصادر. أول شيء بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، بيقول لي إنه conventional energy، تمام، أو مصادر الطاقة التقليدية زي thermal powers، تمام، اللي هي مصادر الطاقة الحرارية الناتجة أو الطاقة الحرارية الناتجة عن الفحم، عن البترول، تمام، عن الناتشرال غاز، يعني ممكن تكون هي عبارة عن thermal powers، تمام، زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، أو ممكن تكون هايدر باور اللي هي عبارة عن طاقة مائية، زي مين؟ زي اللي هي عبارة عن اللي هي مجاري المياه السريعة زي الشلالات. هذه المصبات أيضا بتكون هذه اللي هي الشلالات أيضا مصادر طاقة تقليدية استخدمناها من زمان، تمام؟ فبيقول لي بتستخدم بشكل كبير في الوقت الحالي. طبعا عشان تكون في الصورة، المصادر الطاقة التقليدية سواء كانت الطاقة المائية أو الطاقة التقليدية اللي احنا بنعرفها اللي هي الوقود اللي بيشمل الفحم والبترول والغاز الطبيعي، يمثلوا عندي أكثر من 80% أو حتى 85% من استهلاك البشر من الطاقة في الوقت الحالي. طبعا مصادر الطاقة البديلة أو غير التقليدية في المقابل هي عبارة عن مصادر جديدة، ما هيش مستخدمة بشكل كبير ولا كانت مستخدمة بشكل كبير، طرحت في الوقت الحالي ولكن ما بتستخدم بشكل كبير تجاريا مقارنة بمصادر التقليدية. زي إيش؟ زي الطاقة الشمسية، طاقة الأمواج، الطاقة الجوفية، والطاقة الرياح، والطاقة الحيوية، تمام؟ الأمر الثاني إنه بيقول لي الطاقة، مصادر الطاقة التقليدية بيقول لي كنا بنستخدمهم يعني من فترة طويلة، يعني من آلاف السنين، بالنسبة للخشب، بالنسبة للحطب، بالنسبة لمخلفات الحيوانات، كل هذه كنا بنستخدمها من آلاف السنين. والمصادر حتى الجديدة اللي هو الفحم والبترول بنستخدمه من أكثر من 200 سنة، يعني من قرابة 200 سنة أو أقل شوية، ولكن أو حتى ربما أكثر، حتى بالنسبة للفحم كان مستخدم من فترة طويلة يعني كمان أقدم من البترول. ولكن مصادر الطاقة البديلة يقول لي إنه هي عبارة عن مصادر جديدة حديثة نسبيا مقارنة بالمصادر القديمة. بالنسبة أيضا لمصادر الطاقة التقليدية باستثناء اللي هي الطاقة المائية الهايدر باول باور، بقول لي إنه بالنسبة للي هي أقصد أنا اللي هي المصادر الأخرى اللي هي الوقود الأحفوري، هذا الوقود الأحفوري بيقول لي إنها نون رينيوبل باستثناء الطاقة المائية، هذه متجددة، ولكن باقي الطاقة اللي هي الوقود الأحفوري، الفحم، البترول، الغاز الطبيعي، حتى الخشب والمخلفات الحيوانات، كلها هذه عبارة عن مصادر طاقة غير متجددة، تمام؟ بينما مصادر الطاقة البديلة جميعها هي متجددة، تمام؟ وبالتالي ما عندنا أي خوف من إنها تستهلك يوما ما، تمام؟ أيضا بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية باستثناء الطاقة المائية، يعني مصادر الطاقة الأخرى اللي هي الأحفورية، البترول والغاز الطبيعي والفحم، بقول لي جميعا تتسبب بتلوث، خاصة التلوث الهوائي، طبعا في تلوث البحار، تلوث الماء، المهم انها بتلوث البيئة اللي حواليها، بعكس من مصادر الطاقة البديلة معظمها صديقة للبيئة، معظمها مصادر طاقة نظيفة ما بتلوث البيئة عندي ولا بتأثر على التنوع الحيوي ولا على استدامة البيئة. كذلك الأمر بيقول لي انه مصادر الطاقة المتجددة، تمام، بقول لي باستثناء مصادر الطاقة المائية جميعها بتكلف، تمام، ولكن مصادر الطاقة البديلة الجديدة يعني التقليدية مكلفة باستثناء الطاقة المائية، ولكن مصادر الطاقة البديلة بيقول لي أرخص على المدى البعيد، عشان يكون في الصورة على المدى البعيد أرخص. ليش؟ لأن مصادر مجانية، الرياح، الطاقة الجوفية، طاقة المد والجذر، الطاقة الشمسية، كلها متوفرة في الطبيعة بشكل مجاني، وبالتالي على المدى القصير لما بركب النظام عندي زي خلايا الشمسية حيكلفني مبلغ وقدره. على المدى البعيد حط الخلايا، مش شرط لو حطيتش بطاريات عندي في البيت، وخد طاقة، طاقتك مجانية، ما تدفعش مليم، وانت بتاخد طاقة من
الشمس مباشرة، تمام؟ بعكس لو كان عندي مولد، المولد هذا كل فترة والتانية لازم لي له بنزين، لازم لي سرار وهكذا. لكن على المدى القصير طبعا تكلفتها أقل، يعني أجيب مولد مع اللي هو اللي بغطيه بالبنزين أرخص لي بكثير من نجيب نظام طاقة شمسية. بس هذا على عجالة، يعني إنه إيش المقارنة، أوجه المقارنة بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. أهم مصادر الطاقة اللي في وقتنا الحالي، لاحظوا معايا إنه في 93 كان 82% من الوقود اللي بيستهلكه البشر وقود أحفوري، يشمل الغاز الطبيعي والبترول والفحم. نفس الشيء في سنة لحد 2011 برضو 82% اعتماد البشر، قل شوية في حالة مين؟ في 2020 في السنة هذه قل إنه صار 76% فقط من اللي هو مصادر الطاقة عندي، أو من طاقة العالم اليوم هي مصادر طاقة تقليدية. 76 بتضل نسبة كبيرة مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة، تمام؟ في المقابل 6% في المقابل عندي أنا اللي هي 6% بتمثل اللي هي في 93 6% بتمثل اللي هي الطاقة النيوكليير أو مصادر الطاقة النووية. برضو هذه بعتبرهاش متجددة، ليش؟ لأنه بتعتمد على مصادر، يعني مصادر الطاقة النووية أو الطاقة النووية بتعتمد أصلا على تفاعلات نووية لعناصر موجودة في باطن الأرض بكميات محدودة زي اليورانيوم والبلوتونيوم، تمام؟ وبالتالي هي مصادر تستنزف قاعدة، وبالتالي مصادر غير متجددة. عشان هيك أنا بعتبر الطاقة النووية من مصادر الطاقة غير المتجددة، مش المتجددة، تمام؟ ب6% أيضا مصادر طاقة غير متجددة، 5% في 2011، 6% في 2020، وبالتالي أكثر من 80% من 85 من 80 ل 85% في جميع الأحوال من سنة من 93 لليوم أو قبل حتى، إنه معظم استهلاك البشر في وقتنا الحالي ومعظم استهلاك العالم من الطاقة، أو معظم طاقة العالم تيجي من مصادر طاقة غير متجددة، سواء طاقة نووية أو الطاقة الأحفورية، تمام؟ تشمل الغاز الطبيعي والفحم والبترول. طيب الطاقة المائية، الطاقة المائية 2% من طاقة العالم جاية من الطاقة المائية. الطاقة المائية بتشمل اللي هي المصادر الشلالات والسدود، بتشمل اللي هي الشلالات والسدود قلنا المائية، وبالتالي هذه هي المقصود فيها بمصادر الطاقة المائية الطبيعية، أنا أقصد اللي هي عبارة عن مصادر التقليدية اللي كنا بنستخدمها زمان. طبعا في مصادر جديدة اليوم طارت عندي زي مين؟ طاقة الأمواج ويف إنرجي، وزي التايدل إنرجي، طاقة المد والجزر. هذولا مقارنة بالطاقة المائية الجاية من الشلالات ومن السدود طبعا بتكون أقل منها بكتير، أقل استخدام منها بكتير. لاحظ إنه الرينيوبل بشكل عام، تمام، الرينيوبل إنرجي 10% كانت في 93 صارت 11% في 2011. زاد استهلاكنا أو استخدامنا أو اعتمادنا على مصادر الطاقة المتجددة صار 16%، نسبة مش بطالة، ولكن لسه بنحتاج لشوط كبير حتى إنه نغذي طاقة العالم من مصادر طاقة متجددة من غير ما نعتمد على مصادر الطاقة التقليدية، تمام؟ 16% نسبة مش بسيطة، ولكنها برضو نسبة مش عالية كتير. طبعا هذه بتشمل إيش؟ مصادر الطاقة المتجددة اللي هي طاقة الطاقة الشمسية، الطاقة الجوفية، الطاقة الحيوية، طاقة الرياح، طاقة الأمواج، واللي هي طاقة المد والجزر. فكل هذه مصادر الطاقة الأساسية للطاقة المتجددة الأساسية كلها بتنشمل تحت الرينيوبلز اللي هي بنسبة 16% في عامنا الحالي، تمام؟ يبقى خلاصة الكلام إنه مصادر الطاقة بقدر أصنفها لصنفين: تقليدية بديلة أو متجددة غير متجددة، أو أولية وثانوية، تجارية وغير تجارية. اللي بيهمني أكثر تصنيفين اللي هو التقليدية بديلة أو متجددة وغير متجددة. إذا مصادر الطاقة المتجددة هو موضوع تركيزنا خلال هذا المساق، حيكون على مصادر الطاقة المتجددة. المحاضرة الجاية راح تكون إن شاء الله عن مصادر الطاقة غير المتجددة، عن الفحم والبترول والغاز الطبيعي، كيف بيتم طبعا عن اللي هو إنتاجهم، تعريفهم،
كيف بتولد أو كيف تكونوا عبر ملايين السنين، آلية تكونهم، نسبهم، أضرارهم، فوائدهم، وهكذا. تمام؟ إذا أراكم في المحاضرة الجاية إن شاء الله، اللي هي حتكون عن مصادر الطاقة التقليدية أو مصادر الطاقة غير المتجددة، حتى إنه نبدأ بعده في مصادر الطاقة غير مصادر الطاقة المتجددة. آسف، المحاضرة الجاية حتكون غير المتجددة والتقليدية، اللي بعدها إن شاء الله حتكون مصادر الطاقة المتجددة. تمام؟ يبقى ألزمنا فيديوهين أيضا عن مصادر الطاقة التقليدية، ثم بعد ذلك نبدأ بالشروع مصادر الطاقة المتجددة، نبدأ بالطاقة الشمسية ونكمل معهم لحد لما نصل في النهاية، نختم في خلال هذا الفصل اللي هي تحويلات الطاقة وكفاءة الطاقة والجدول الاقتصادي لاستخدام الطاقة. أراكم لاحقا، موفقين إن شاء الله.